مع ديوانه وكله مجهز اموره، ونبغى ننطلق ونسمع قصيد عبد الله الروقي. سمعني يا عبود. مرحبا يا ابو خالد، يا هلا وسهلا فيك. انا باختار لكم 4 تغريدات. يقول: البارحه ما نمت واليوم ما نمت، ما نمت الله مشتاق والمشتاق نومه هبابه. البارحه ما نمت واليوم ما نمت، مشتاق والمشتاق نومه هبابه. ماني بشايف فرق في البوح والصمت، ان ما نوى الغايب يخلي غيابه. مسألة. يقول: ان عشت بين العرب مسكين، مال المساكين غير الله. من امس لليوم لا بعدين، لا، ان عشت بين العرب مسكين الله ولا الناس والذله. من امس لليوم لا بعدين، مال المساكين غير الله. غير الله. يقول: يا صاحبي صاحبك صعب يتغير، وفي واجبك كل يوم يزداد حرصه. ماني بنا لا جاه فرصه يسير، عليك اسير لو ما في فرصه. فرصه. خذني على قد عقلي والله ان العقول، لو انها راجحه ما تضيع فول لقى. ما تسمع الاطباء والمشايخ تقول مجنون مرتاح ولا عاقل في شقى. شقى. وسلامتك، اترك بقالك. سلمت صح لسانك ما شاء الله تبارك. الله يرفع قدرك. ابو سحاب صراحه انا من الناس اللي استمتع وانا اسمع قصيده. الله يعزك. لا القاء ولا قصيد ولا قوه قصيده ولا قوه كلمات ولا قوه قافيه.